قام اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بزياره محافظه الاقصر بمشاركه الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه ومؤسسه حياه كريمه وجمعيه الارمان وبنك الطعام المصري في اول استجابه من المجتمع المدني لنقل الحوار الوطني لمختلف المحافظات. هذا واثمرت هذه الزياره عن اعلان جمعيه الارمان عضو التحالف الوطني اطلاق مبادره خاصه بذوي الهمم تتمثل في توفير مشروعات مختلفه لدعم جميع المواطنين من ذوي الهمم من مواطني محافظه الاقصر في سابقه هي الاولى من نوعها للقضاء على البطاله داخل نطاق محافظه باكملها كما اطلق بنك الطعام المصري عضو التحالف لمبادره تقديم دعم شامل لمرضى الجذام من اهالي محافظه الاقصر بالاضافه الى توفير دعم غذائي متكامل لاسرهم وذويهم